ازيكم؟ هنعمل النهاردة مكرمية عرض 60 سنتي وطول 70 سنتي. تقدروا طبعا تطولوا براحتكم بان انتوا تزودوا الاطوال اللي انا هقول عليها في الفيديو. كملوا الفيديو للاخر، هقولكوا على كل التفاصيل وازاي تعملوها بشكل منتظم وثابت زي ما هو واضح في الفيديو كده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كملوا الفيديو للاخر. اول حاجة خشبة 60 سنتي، وهنحتاج 16 خيط طول مترين، وهنقسم الخيط المترين لنصين، يعني كل خيط هيبقى متر، وبعدين هنعلقه على الخشبة زي ما هو واضح في الفيديو. هعلق في الاول خيطين بس مش هيبقوا جنب بعض بالظبط، هسيب ما بينهم مسافة، هحاول اوسطنهم في نص الخشبة، بس هسيب ما بينهم مسافة في النص، يعني هقسم الخشبة على 3 أجزاء، من اليمين ومن الشمال ومن النص، وهسيب من اليمين ومن الشمال فاضي، وهحط الخيطين، وبعد كده هعمل عقدة مربع بأول خيطين أنا حطيتهم، بثبت الخيطين اللي في النص واللي من الطرف، ببدأ واحد من اليمين أحطه فوق الشمال وألفه من ورا، والمرة التانية اللي من الشمال بحطه فوق الخيطين وألف اللي من اليمين من وراه. بعد كده هجيب 14 خيط اللي كانوا طول مترين معايا، وهعلقهم 7 من جهة اليمين و7 من الناحية الشمال. هعلقهم كأني بعلقه على الخشبة بالظبط، لكن هعلقه على الخيطين. اهو كده 7 من الناحية اليمين و7 هعلقهم من الناحية الشمال، وبعد كده همسك خيط من اليمين وهربط عليه كل الخيوط اللي من ناحية اليمين، ومنها الخيطين اللي انا ربطت عليهم عقدة مربع في الاول خالص اللي هم متعلقين على الخشبة. يعني همسك اول خيط من الطرف اليمين وهربط عليه 15 خيط من الناحية اليمين و15 خيط من الناحية الشمال. بمسك الخيط اللي من الطرف اليمين في الاول، و بعد كده بيفضل ثابت عندي، وبمسك خيط خيط بيبقى فوقيه وبيتلف حواليه ويدخل في النص مرتين، وبعد كده اسيبه وامسك اللي جنبه، وهكذا لحد ما اوصل لعقدة المربع اللي انا عملتها في الاول من 4 خيوط. هربط عليها خيطين بس عشان يبقى كده نص الخيوط اللي من الناحية اليمين اتربطت بعقدة مزدوجة، هيتبقى نص خيوط تاني هيتربط عليه من الجنب الشمال. لازم النص اللي هيتربط من الجنب اليمين يتربط من الجنب الشمال عشان يطلع الشكل مظبوط، ما يبقاش مايل يمين او مايل شمال. همسك الخيط من الجنب الشمال وهربط عليه كل الخيوط، ربطت في الاول 3، بعد كده هربط الباقيين. الخيط اللي من الطرف هيبقى من فوق وهفضل ماسكاه، وهمسك خيط خيط ألفه حواليه وادخله في النص مرتين لكل خيط لحد ما اخلص 7 خيوط اللي انا معلقاهم، وبعد كده هربط خيطين من ال4 خيوط اللي عملت بيهم عقدة مربع في الاول خالص. بعد كده الخيطين اللي انا ربطت عليه كل الخيوط اللي هما زي ما واضحين في الفيديو كده، همسكهم وهربطهم ببعض، اليمين هيبقى فوق الشمال والشمال هيلف حواليه ويدخل في النص. بعد كده هلف المكرمية كلها، يعني الجنب اللي من قدام هلفه واشتغل على الظهر بتاعها، همسك برضو ده كده ظهر المكرمية،
همسك برضو طرفين الخيط من اليمين ومن الشمال، وهبدأ أعمل نفس الحاجة اللي أنا عملتها في الصف الأول، إني هعمل عقدة مزدوجة بنص الخيوط من الجنب اليمين ونص الخيوط من الجنب الشمال، بعد كده برضو الجنب الشمال هعمل نفس الحاجة، نفس اللي عملته من الوش هعمله من الظهر لحد ما اوصل للنص، نص الخيوط من الجنب اليمين ونص الخيوط من الجنب الشمال هخلصهم، وبعد كده هربط الخيطين ببعض برضو اليمين فوق الشمال والشمال بيلف حواليه ويدخل في النص، ده كده ظهر المكرمية. هرجع لفها تاني، ده الوش اللي انا بدأت بيه من الاول، ده كده شكلها. بعد كده هعمل صف تالت، هعمل صف تالت واخير بنفس الطريقة، همسك الطرف الخيط من اليمين هربط عليه نص الخيوط كلها وطرف الخيط من الشمال واربط عليه كل الخيوط نص الخيوط لحد ما يوصلوا للنص، بخلص كل الخيوط واربطهم ببعض عشان اقفل الشكل. خلصت كده كل الخيوط، اليمين هيجي فوق الشمال ويتربط عليه. بعد كده همسك اربع خيوط من الطرف وهعمل عقدة مربع في الاول خالص، هثبت الخيط في النص وبعد كده اليمين هيجي فوقيهم هما الاتنين، الخيط اللي من اليمين والشمال من فوقي ويدخل في النص، بعد كده العكس. انا عاملة فيديو مفصل ازاي اعمل عقدة المربع بالتفاصيل، هسيبه لكم في الديسكريبشن. بعد كده همسك الأربعة التانيين وهعمل نفس الطريقة برضو، عقدة مربع، وبعد كده الأربعة هعمل تلات عقد مربع من الجنب اليمين وتلات عقد مربع من الجنب الشمال. تقدروا تبطئوا الفيديو أو تعدوه علشان تتفرجوا عليه بالتفاصيل للشرح وطريقة اللي أنا بعمل بيها. بعد كده انا سبت طبعا اربعة من الجنب اليمين واربعة من الجنب الشمال من النص، همسك الخيط الرابع او الخيط اللي في النص بالظبط وهربطه على التلاتة اللي من الجنب الشمال، بعد كده همسك الخيط برضو اللي في النص، هو فيه خيطين في النص، واحد هربط بيه التلاتة اللي من الجنب اليمين وواحد هربط بيه التلاتة اللي من الجنب الشمال. بعد كده هسيب خطين من الطرف اليمين وخطين من الطرف الشمال وهبدأ أعمل عقدة مربع في النص، و
ونفس الخيطين اللي انا ربطت بيهم في الاول خالص الاربع خيوط هرجع اقفل بيهم الشكل. هربط ثلاثة بس اتجاه الخيط هيبقى لتحت، وبعد كده الجنب التاني هربط ثلاثة برضو. بعد كده الخيطين اللي انا ربطت بيهم هربطهم ببعض عشان اثبت الشكل، اليمين فوق الشمال والشمال بيلف حواليه ويدخل في النص مرتين. وادي كده قفلت الشكل. بعد كده هجيب الخيطين اللي من الطرف اليمين ومن الطرف الشمال وهعمل نفس اللي عملته في الاول خالص، هعمل عقدة مزدوجة بنص الخيوط من الجنب اليمين ونص الخيوط من الجنب الشمال. وبعد كده هقفل بنفس الطريقة اليمين فوق الشمال. وده كده خلصت أول جزء من المكرمية. لو مشيتوا على الخطوات هيطلع بالضبط نفس الشكل ده مظبوط. بعد كده هجيب اربع خيوط من كل جنب، يعني 8 خيوط، كل خيط مقاس 350 سنتي 3.5 متر، وهربطهم على الخشبة. يعني كل خيط 3.5 متر، بعد كده هقسمهم بالنص بالضبط واربطه احطه على الخشبة. هبدأ امسك الخيطين اللي في النص، هسيب 3 من اليمين و3 من الشمال وهربطهم الخيطين دول ببعض. كل واحد منهم هربط عليه الثلاث خيوط اللي من الجنب بتاعه. بعد كده ده الخيط اللي انا ربطت بيه اللي كان في النص اللي ربطت عليه الخيط اللي جنبه في الاول خالص، هربط عليه 3 خيوط من الجنب اليمين. بعد كده هسيب خيطين من الطرف وهمسك الاربع خيوط اللي في النص وهعمل عقدة مربع. بعد كده هقفل الشكل بتاعي. الخيطين اللي انا بدأت بيهم اللي من الشمال هربط عليه 3 خيوط اللي جنبيه، واللي من اليمين هربط عليه 3 خيوط اللي جنبيه، وبعد كده هما الاتنين هربطهم ببعض. بعد كده هربط الخيطين الاخرانيين ببعض اليمين فوق الشمال. اللي من الجنب اليمين هيبقى اليمين فوق الشمال، اللي من الجنب الشمال هيبقى الشمال هو اللي فوق اليمين. هعمل 5 اشكال هكررهم على طول تحت بعض لحد ما اوصل ل5 اشكال، ممكن يبقوا 6 معاكوا براحتكوا. اهم حاجة ان انا لما اجمعهم على بعض زي كده الشكل اللي من ورا اللي انا عملته في الاول يبان.
همسك خطين من الجنب اليمين وخطين من الجنب الشمال من الشكل اللي انا عملته، وهعمل بيه عقدة مربع عشان اوصلهم ببعض. المكرمية دي كلها انا استخدمت فيها عقدة المربع والعقدة المزدوجة بس. فهي لو انت مثلا ما تعرفيش غير العقدة دي، هيبقى بالنسبة لك مكرمية كبيرة وبسيطة، وفي نفس الوقت معمولة بعقدتين أساسيتين بس. بعد كده همسك الخيط، هسيب 4 خيوط من كل شكل من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال، وهمسك الخيط الخامس من الجنب اليمين وهربط عليه 3 خيوط زي ما هو واضح كده في الفيديو. كأن الخط اللي انا عملت بيه العقدة المزدوجة في الشكل الاساسي اللي بالطول هيكمل ويقفل الشكل ويوصلهم الاتنين ببعض عشان يتوسطنوا في المكرمية اللي عندي. اتمنى الشرح يكون مبسط والفيديو يبقى واضح. اكتبولي في الكومنتات وقولولي لو عملتوها ونجحت معاكم. بعد كده هربط الخطين ببعض، المرة دي الشمال هيبقى فوق اليمين واليمين هو اللي هيتربط عليه. بعد كده هجيب 4 خيوط، كل خيط 40 سنتي، ممكن 5 وممكن 6 براحتكم، عايزين تزودوا او تقللوا. وخيط 50 سنتي، هثبت طرف الخيط 50 سنتي ده في الاول، ال4 خيوط اللي في الاول هيبقوا بالنص، والخيط هثبته وهتني جزء منه من تحت، وبعد كده ألفه حوالين ال4 خيوط اللي أنا قسمتهم بالنص. دي طريقة عمل الشراشيب. هلفه كذا مرة، حوالي 3 أو 4 مرات براحتكم برضو، لحد ما تلاقوا الشكل مناسب معاكم. وبعد كده هدخله في الجزء اللي أنا تنيته من الأول خالص، واسحب الطرف اللي أنا عملته للخيط من فوق. ده كده شكله. بعدين هوضبه، والخيط اللي انا ربطت بيه حوالين ال4 خيوط هربطه في الجزء اللي من النص من المكرمية زي ما هو واضح كده، دخل جزء من وراها، والجزء التاني هربطه بيه، هربطه بعقدة عادية كأني بربط خيطين ببعض مش بطريقة معينة. اهم حاجة اربطه كويس، واخلي طرف الخيطين من ورا مش هيبان. بعد كده هجيب 30 خيط، كل خيط 90 سنتي، هعلقه في الشراشيب، هيجي هقسمه بالنص وهيجي من ورا الخيط، وبعد كده في الطرف هدخله في النص. ثلاث خيوط في كل جنب، هعمل زي من الجنب اليمين من الجنب الشمال برضو، هعمل مرة تانية واحدة، بس انا هحط 3 في كل فراغ ما بين كل شكل والتاني، يعني هحط 2 جنب اللي انا حطوها دي برضو، 3 في كل جنب، وهكذا الناحية التانية. لو عايزين تزودوا يبقى 4 اوكي. وده كده شكل المكرمية في الاخر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات وتعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو.